شرطوا الأخبار من قناتي الأخبار المغربية ام 24. مشاهدينا أهلا بكم. أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة ذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة أن المغرب تمكن في إطار الدفاع عن وحدته الترابية ومغربية صحرائه من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية. عبد اللطيف بن طالب. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب تمكن في إطار الدفاع عن وحدته الترابية ومغربية صحرائه من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية. وقال جلالة الملك: تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية، ويتجلى ذلك من خلال أولاً تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم وتعلقهم بمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة القائمة عبر التاريخ بين سكان الصحراء وملوك المغرب. ثانيا، النهضة التنموية والأمن والاستقرار الذي تنعم به الصحراء المغربية. ثالثا، الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي. وبالموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، يضيف جلالة الملك: هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن. هناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات سندوف ويأخذهم كرهائن في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق. وهناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي. لهؤلاء أقول: نحن لا نرفض ذلك، والمغرب كما يعرف الجميع يقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة. ولاحظ جلالة الملك: هناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، وهناك كذلك من يريد انحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة. لهؤلاء أيضا نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية. في هذا الصدد أكد جلالة الملك أن الوقت قد حان لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته. من جهة أخرى، ذكر جلالة الملك أن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة قصد تعزيز المكاسب التي حققناها في ترسيخ مغربية الصحراء ومواصلة النهضة التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية. وبنفس الروح أكد جلالة الملك على ضرورة العمل من أجل أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع الجهات من الريف إلى الصحراء ومن الشرق إلى المحيط مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أكد رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش أن الحكومة وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية ستعكف بالجدية والسرعة اللازمتين على تنزيل الرؤية الملكية بما يضمن التنسيق والتقائية الاختصاصات للتجاوب مع الحاجيات الجديدة للجالية المغربية في المهجر. وأبرز السيد خنوش في كلمة في افتتاح أشغال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس مضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي استحضر من خلاله جلالة الملك الدور الهام للجالية المغربية المقيمة بالخارج على غرار جميع مكونات المجتمع المغربي في الدفاع عن شرعية مغربية الصحراء ومقدسات الوطن. كما سجل دعوة جلالة الملك الحكومة إلى العمل من أجل إحداث تحول في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج عبر إعادة هيكلة الإطار المؤسسات لمجلس الجالية المغربية بالخارج وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج. كشفت نتائج العامة لعملية الإحصان عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح من سبتمبر من السنة الجارية مجموعه 36,828,330 نسمة، وحسب مشروع المرسوم المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس وقدمه وزير الداخلية سيد عبد الوافي الفتيت، فإن ساكنة المملكة عرفت منذ الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة عام 2014 زيادة تبلغ 1,980,088 نسمة، أي بنسبة بزائد 8.80%. ووفقا لذات المصدر يتحدد العدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء في 9,275,038 أسرة، مضيفا أن هذا العدد سجل بدوره زيادة مهمة تبلغ 1,961,232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82% مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014. وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عدد هم الإجمالي يتحدد في 148,152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61,946 نسمة، أي بنسبة تقدر ب 71.86% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014. في خبر آخر، افتتحت بالشارقة فعاليات الدورة 43 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار هكذا نبدأ، وذلك بمشاركة المغرب كضيف شرف، لنتابع. بالشارقة افتتحت فعالية الدورة 43 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار هكذا نبدأ، وذلك بمشاركة المغرب كضيف شرف. بالمناسبة تم تكريم عدد من العلماء والمؤرخين الذين ساهموا في إنتاج المعجم التاريخي للغة العربية ينتمون لعدة دول عربية من بينها المغرب. الرواق المغربي الممتد على مساحة تقارب 190 متر مربع بمركز إكسبو الشارقة يسلط الضوء على مختلف جوانب الثقافة المغربية بتلاوينها المتعددة، احتفاء بتراثها الثقافي الثري وإبداعات كتابها ومفكريها، ليمنح الزوار فرصة للتعرف على تاريخ المغرب الغني وإرثه الحضاري المتنوع. تحت شعار مغرب الثقافات في شارقة الكتاب تقدم المملكة المغربية برنامجا ثقافيا غنيا يضم أزيد من 100 فعالية بمشاركة 100 كاتب وأديب وناشر، فعاليات تغطي مجالات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة بالإضافة إلى 10 جلسات للتعرف على المطبخ المغربي. البرنامج الفني لضيف شرف معرض الشارقة يتضمن مجموعة من العروض الموسيقية والكوريغرافية التي تؤديها فرق مغربية تنتمي إلى أنماط فنية ومجالات جغرافية مختلفة كفن جناوة وعيساوة ورقصات تسكيوين.
بالشارقة افتتحت فعالية غرفة التجارة والصناعة والخدمات في سوس ماسا وغرفة التجارة والصناعة والفلاحة في داكار بالعاصمة السنغالية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. باقي التفاصيل في سياق تقرير التالي. غرفة التجارة والصناعة والخدمات في سوس ماسا وغرفة التجارة والصناعة والفلاحة في داكار توقعان بالعاصمة السنغالية مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وإقامة علاقات قائمة على التنمية المشتركة. سفير المغرب في السنغال السيد حسن الناصري أكد بالمناسبة على أهمية زيارة وفد غرفة التجارة والصناعة والخدمات في سوس ماسا إلى السنغال، والتي من شأنها تعزيز علاقات الشراكة مع هذا البلد في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشددا على أن هذا التعاون يتماشى مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي دياكار فاي من أجل التعاون الشامل بين الدول الإفريقية على أساس مقاربة رابح رابح. عندنا قناعة أن المغرب والسنغال في إطار مخطط استراتيجي اللي خطط ليه جلالة الملك نصر الله أنه غادي يكونوا بوابة بالنسبة للبلدان الإفريقية جنوب الصحراء، وهذا من طبيعة الحال غادي يقوي يعني المكانة للمغرب. وتم التركيز خلال هذا الحفل على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار في جهة سوس ماسا والقطاعات التي تشكل الاقتصاد المحلي، لا سيما الفلاحة والصيد البحري والسياحة، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية الوفيرة التي تزخر بها. دوليا، فاز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بالانتخابات ليصبح رئيس 47 الولايات المتحدة الأمريكية بحصوله على 277 صوتا مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وفي كلمته التي أعلن فيها الفوز عبر ترامب عن فخره بهذا الانتصار التاريخي والسياسي، مشيرا إلى أنه يمثل فوزا لم تشهده الولايات المتحدة من قبل. تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث لا يسمح بذلك إلا لمن يبلغون 16 عاما أو أكثر. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في مؤتمر صحفي إنه تحدث إلى آلاف الآباء والأمهات والأجداد والعمات والأعمام، ووجد أنهم يشعرون مثله بالقلق الشديد على سلامة الأطفال على الإنترنت. ومن المقرر أن تتم مناقشة التشريع في اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الجمعة، ثم عرضه على البرلمان في وقت لاحق من الشهر الجاري، إلا أن الأمر قد يستغرق حوالي عام قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ. استفاد حوالي 400 شخص من قاطن يحيى مقاطعة زواغة بمدينة فاس من خدمات حملة طبية مجانية متعددة التخصصات، حيث تواصلت هذه المبادرة طيلة يوم أمس بتقديم مجموعة من الخدمات الصحية. لنتابع. حوالي 400 شخص من قاطني أحياء مقاطعة زواغة بمدينة فاس استفادوا من خدمات حملة طبية مجانية متعددة التخصصات. هذه المبادرة شملت إجراء تحاليل طبية تهم قياس السكر في الدم وتتبع وضعية الحالات المصابة بهذا المرض المزمن، وتقديم استشارات طبية في الطب العام وتخطيط القلب وطب العيون، بالإضافة إلى قياس الضغط الدموي. صحينا اننا ندخلوا الفرحه يعني للاسر عن طريق واحد الحمله طبيه اللي فيها مجموعه من الاختصاصات، والاكيد ان هذا فعل دائما يعني كيشبتنا يعني بالاهداب الشريفه، دائما خدمه للوطن، دائما خدمه للمواطنين. الحملة تضمنت تنظيم حصص تحسيسية وتوعوية حول داء السكر وطرق الوقاية منه، من خلال إجراء كشوفات طبية دورية واتباع أنظمة غذائية صحية، بالإضافة إلى دعوة المصابين بالداء بضرورة قياس نسبة السكر بطريقة مستمرة وتجنب الضغط اليومي والمأكولات غير الصحية.
هذه المبادرة التطوعية الإنسانية تندرج في إطار تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وكذا في سياق الاحتفال باليوم العالمي لداء السكري حسب المنظمين. هذا نظمت مؤخرا بالرشيدية ورشة تخصيصية تهدف إلى تعزيز التعاون من أجل تحسين الولوج لخدمات الوقاية والعلاج لفائدة الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا والفئات الأكثر عرضة للإصابة به. تقرير لرضوان مستقيم. هي ورشة تخصيصية تهدف إلى تعزيز التعاون من أجل تحسين الولوج إلى خدمات الوقاية والعلاج لفائدة الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا والفئات الأكثر عرضة للإصابة به. نظمت بالرشيدية بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لدرعة فيلالت، والتي جمعت ممثلين عن السلطة القضائية والنيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومحامين ومهنيي صحة وفاعلين من المجتمع المدني. هناك تمثيلية الضابطة القضائية وكذلك النيابة العامة وأيضا الرئاسة ديال القضاء سواء بمدينة بإقليم ميدلس وكذلك إقليم الرشيدية. الموضوع بطبيعة الحال هو يهدف إلى تنزيل استراتيجية داء السيدة التي تبنتها يعني مندوبية الصحة وزارة الصحة عفوا والحماية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. خلق واحد البيئة ملائمة تتمكن الفئات الأكثر عرضة للإصابة والأشخاص المتعايشين مع الفيروس من الولوج للخدمات الصحية، وطبعا بمقاربة حقوقية تحترم حقوق وكرامة هذه الأشخاص. طبعا للحد من فيروس فقدان المناعة البشرية يجب تضافر جهود مجموعة من الشركاء، ليس فقط مجهودات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإنما في ظل التطورات العلمية العلاجات متوفرة، لكن مازال هناك لم نستطع تحقيق هدف استراتيجية اللي هو القضاء على الإصابات الجديدة. وتروم هذه الورشة أيضا ضمان تنفيذ أفضل للبرامج المتعلقة بمكافحة السيدة على مستوى جهة درعة فيلالت، وتعزيز قدرات ومهارات الجهات الفاعلة وصناع القرار المشاركين في الجهود المبذولة لمكافحة هذا المرض. انطلقت بمدينة تيزنيت فعاليات الدورة العاشرة لملتقى تيزنيت الدولي للثقافات الأفريقية حول موضوع الرحلة والرحالة بين المغرب ومحيط الأفريقي. لنتابع. الرحلة والرحالة بين المغرب ومحيطه الإفريقي هو الموضوع الذي اختير للدورة العاشرة لملتقى تيزنيت الدولي للثقافات الإفريقية، وذلك بمبادرة من جمعية شيخ ماء العينين للتنمية والثقافة. هذا الملتقى يعني من أهم الملتقيات، لأنه أولا أنه يعني يدل على التبادل الثقافي والتجاري بين المغرب وأفريقيا، وكذلك يعرفنا تاريخ المنطقة وجغرافيا المنطقة، وكذلك يعطينا أيضا نبذة عن دور المغاربة في نشر الإسلام في المنطقة، وكذلك تأثير هذا يعني الرحلة والرحالة في الأدب. هذا الملتقى الذي يقام احتفاء بالذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة يندرج في سياق السعي إلى كشف المزيد من الروابط المتينة التي تأسست عليها البلدان الإفريقية وتعمقت بها جذور علاقتها التاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية وكذا الاقتصادية. لما للرحلة من أهمية علمية وثقافية، فقد سافر عدد كبير من العلماء إلى إفريقيا ونشروا العلم ووطدوا المعرفة والثقافة، وكان لهم إشعاع كبير في هذه المناطق الإفريقية، مما يدل على مكانة المغرب الثقافية والدينية التي جسدتها الكثير من الخطب الملكية السامية. هذا ويسلط الملتقى الضوء من خلال هذه الندوة على إبراز البعد الإفريقي وإسهامه في ترسيخ القيم الكونية للتعايش السلمي والتسامح والكرامة الإنسانية، انطلاقا من الرحلات الإفريقية وكذا أهمية نسج العلاقات التضامنية والتعاون بين الدول الإفريقية في جميع المجالات. كشف الناخب الوطني وليد الركراكي اليوم الخميس عن لائحة 26 لاعبا للمشاركة في مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة ضد منتخب الغابون يوم 15 من نوفمبر الجاري بفرانسفيل، وضد ليسوتو يوم 18 من نوفمبر من الشهر نفسه بالملعب الشرفي بوجدة برسم إقصائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم التي سيحتضنها المغرب في الفترة الممتدة بين 21 من ديسمبر 2025 و18 من
يناير 2026. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ أن وليد الركراكي سيعقد يوم 12 من نوفمبر الجاري ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم، بداية من الساعة 6 مساء، تليها حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة، وفيما يلي لائحة لاعبي المنتخب الوطني الذين تم استدعائهم: حراسة المرمى ياسين بونو، مولير المحمدي، صلاح الدين شهاب، أيوب الخياطي، خط الدفاع أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عبد الكبير عبقار، جمال حركاس، نايف أجرد، أدم ماسينا، أدم أزنو، يحيى عطية الله. في خط الوسط سفيان أمرابط، أمير ريتشاردسون، إلياس بن صغير، أسامة ترغالين، عز الدين أوناحي، بلال خنوس، إسماعيل سيباري. وفي خط الهجوم إلياس أخماش، إبراهيم دياز، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، يوسف نصيري، عبد الصمد زلزولي، وأسامة الصحراوي. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.